شو بتحتاجوا بالشتاء؟ محتاجين صوبة، بس بدنا ندفي أولادنا بالليل. كنزة مشان وقت أروح على المدرسة ما يجي علي مطر. بحتاج كفوف مشان بالشتاء لأنه دياتي بيبردوا، ما بس نكتب. كبوع مشان راسي ما يبرد. والله بنحتاج مازوت مشان باخذ الأولاد يفيقون صبح من النوم نشغلهم صوبة. والله بنحتاج حرامات نغطي هالولاد في هالبرد، والبرد غاسي علينا والله.